السلام عليكم. اليوم رانا في ملعب الدويرة، والملعب هذا راه في مرحلة متقدمة من الإشغال، حيث أنه الإشغال تاع الوضع العازل على المدرجات راهي حوالي 50%، وكذا التسوية الأرضية تاع الملعب راهي تقرب 80 إلى 90%. يعني سوف يعني تنطلق الأشغال نتاع النظام تاع تصريف المياه في الأيام القليلة القادمة. ما عدا ذلك، الأشغال يعني بصفة عامة راهي سايرة بطريقة عادية، وإن شاء الله إضافة نوعية جميلة لعالم كرة القدم في الجزائر. والسلام عليكم.